ولنقاش ملف حملة مناهضة النفوذ الإيراني في لبنان ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي شندب. أهلا بكم سيدي. أهلا مرحبا أستاذ علي. ما هي الأسباب السياسية التي دعت القوى الوطنية لإعلان إطلاق مجلس وطني لمناهضة النفوذ الإيراني في لبنان؟ الأسباب كثيرة، لعلها بأن لبنان يعتبر من أحد البلدان التي تقول إيران بأنها تسيطر وتهيمن عليها، وهذا سبب جوهري. وقد تجهز النفوذ الإيراني في لبنان بطريقة واضحة جدا للعيان بشكل غير مسبوق في تاريخ لبنان، ما دفع بقايا 14 آذار إذا صح التعبير، بعض الشخصيات في 14 آذار وليس كل 14 آذار، إلى التواصل من أجل تشكيل المجلس الوطني رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان. وهذا الاحتلال هو احتلال مزدوج، احتلال معنوي من خلال الهيمنة السياسية ومحاولة وضع لبنان في محور مخالف لهويته التاريخية إذا صح التعبير. وأيضا هناك احتلال يروه الناشطون في المجلس الوطني وغيره لأنه عبر ما يقوم به حزب الله الذي لطالما تفاخر أمينه العام حسن نصر الله وصرح وأعلن مرارا بأنه جندي في جيش الولي الفقيه، وأيضا ما سبق وأعلنه قائد مقر خاتم الأنبياء بأن قاسم سليماني قد أبلغه بأنه أنشأ 6 جيوش تدافع مهمتها الدفاع عن طهران، ويتقدم هذه الجيوش 6 حزب الله بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين. هذا الأمر فاكم الوضع في لبنان، وبات النفوذ الإيراني محل سؤال كبير، وبات دور حزب الله وسلاحه المتغول على الدولة اللبنانية أيضا التي تعيش مرحلة ما بعد الفشل، خصوصا وأن اليوم الدولار الأمريكي وصل سعره إلى مدى غير مسبوق في تاريخ لبنان وربما في تاريخ ارتفاع العملات 33600 ليرة حتى هذه اللحظة. وهذا الأمر أغضب جموع لبنانية كبيرة تظاهرت وقطعت الطرقات اليوم وفي الليلة الماضية في عدة مناطق على امتداد لبنان. أستاذ علي، بالحديث عن الرأي العام، إلى أي مدى تتوقع تجاوبا شعبيا مع خطوة إطلاق هذا المجلس الوطني لمناهضة النفوذ الإيراني في لبنان؟ في الحقيقة يعني لم يحظى هذا المجلس بالحراك على المستوى القاعدي، هو متداول بين نخب وهذه من نقاط ضعفه، لكن النقطة البارزة والخطيرة إذا صح التعبير أن إيران عبر حزب الله سارعت إلى الرد على تأسيس هذا المجلس من خلال لقاء أسماه حزب الله للمعارضة في الجزيرة العربية في ذكرى إعدام السادسة للمعارض السعودي نمر باقر النمر، علما بأن حزب الله وعلى امتداد السنوات الماضية لم يحيي أي سنوية لنمر النمر ولم يذكره حتى في خطاباته، لكن نصر الله في الخطاب الأخير ذكر نمر النمر، وهو اليوم يؤسس للقاء للمعارضة في الجزيرة العربية كما تنص الدعوة التي وجهها حزب الله. وهذا الأمر سيفاقم أيضا العلاقات اللبنانية الخليجية، لا ننسى المؤتمر الذي سبق أحدث مشكلة في لبنان نتيجة مؤتمر المعارضة البحرينية كما نعلم جميعا، ما يعني بأن ثمة وكأن هناك نوع من الحرب السياسية الإعلامية على المشهد على المسرح اللبناني بين كل من إيران من جهة والسعودية من جهة أخرى، ولكل طرف أدواته، لكن مع يبدو واضحا بأن كفة الميزان بفعل السلاح وتغول السلاح تميل إلى الأجندة الإيرانية، إلا إذا حصلت الهبة الشعبية الكبرى وتم التعامل مع حزب الله كأداة للاحتلال الإيراني
وهذا أمر من شأنه تمزيق النسيج الاجتماعي في لبنان. أستاذ علي، على غرار الهبة الشعبية، ما مدى إمكانية أن يحظى المجلس الوطني بدعم دول المنطقة التي تعارض النفوذ الإيراني في الكثير من البلدان، لبنان وسوريا واليمن وغيرها؟ بدون شك الإعلام، يعني دعينا نقول أن الإعلام الخليجي يحتفل ويحتفي وينشر أخبار المجلس الوطني اللبناني لمناهضة الاحتلال العراقي على صدر صفحاته الأولى وفي مقدمات نشرات الأخبار. هذا أمر واضح، لكن هذا شيء، والمواجهة الحقيقية التي تقيم نوع من التوازن العملي شيء آخر، سيما وأن مؤسسو المجلس على رأسهم النائب السابق أحمد شفت والنائب السابق فارس سعيد يقولون بأنهم حركة مدنية تريد أن تواجه سلميا من خلال تثبيت اتفاق الطائف وتأكيد عروبة لبنان وتنفيذ القرارات الشرعية الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بالسلاح غير الشرعي والقرار 1701 تحديدا والقرار 1559. يعني هم يقاومون ضمن هذا النسق، وهذا النسق هو من ذات جزء من الأدبيات السياسية التي يعمل حزب الله بكل ما أوتيه من قوة على رميها في سلة المهملات. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي علي شندب، حدثتنا عبر الهاتف من طرابلس.